من بيوتات النجفيين ومن الحكام والسلاطين على مدى العصور احتضنت هذه القاعة عشرات اللقى والكنوز والمخطوطات التي يعود بعضها إلى مئات السنين. العتبة العلوية ولغرض الحفاظ على التراث بشقيه المادي والمعنوي احتضنت المؤتمر الدولي الأول الذي شهد أيضا عرض الخزانات الخطية والتحف وفرائدها التراثية. النفائس والمقتنيات والكنوز والمصاحف المخطوطة هي مهدات عبر القرون، يعني تهدى من قبل السلاطين والملوك والأمراء والقادة والوجهاء، قسم منها مصاحف، قسم منها كتب خطية نادرة نفيسة في قدمها وفي أهميتها، قسم منها نفائس معدنية كالأسلحة وغيرها. أكثر من 50 بحثا من جامعات عراقية فضلا عن مشاركات من مصر ولبنان وصلت إلى هذا المؤتمر الذي يمتد ليومين ويستعرض آليات الحفاظ على التراث لا سيما المتعلق بالنجف والمزارات الدينية فيها. تركزت هذه البحوث في عناوينها وفي اهتماماتها على جانب عملي وهو كيفية الحفاظ على التراث، سواء كان التراث فكريا من باب الاستدامة والمحافظة عليه، أو كان التراث عمرانيا كذلك توجيه الأضواء والتوصيات والمقترحات للمحافظة عليه، لأن في هذا الزمان كثيرا ما كانت هناك تعديات على الأمور التراثية، على المباني التراثية، إهمال في جانب الأمور التراثية ويتعلق بالجانب المخطوط من الكتب، الوثائق، النفائس. لابد من الحرص على المحافظة على التراث وعلى نقل التراث من جيل إلى جيل آخر، خصوصا في ظل التحديات اللي تواجهها العالم الآن في ظل العولمة وفي ظل الصراع الفكري اللي موجود والأيديولوجيات المختلفة للأمم والشعوب اللي موجودة اللي تحاول طمس بعض الهويات. ماديا كان أو فكريا يمثل الحفاظ على التراث من الزوال والاندثار تحديا كبيرا للمهتمين به في ظل التطورات المتسارعة والطارئة التي تشكل تهديدا حقيقيا لتواجد النوادري من التراث النجفي. من النجف محمد رزاق، التغيير.